معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، مرحبا بك. لماذا يطلب العراقيون اللجوء في دول العالم المختلفة وهم تحت حكم ديمقراطي حسب ما تقول قوى الحكم في العراق؟ السلام عليكم. في البداية عليكم السلام. بطبيعة الحال المهاجرين الموجودين الذين يتركون بلدهم من العراق، قصدي من العراق إلى بلدان أخرى، وهناك يعيشون في هذه البلدان تحت مستوى العيشة، الحقيقة هي الحقيقة الموجودة والواضحة للناس أنه لا يوجد مستقبل لهذه الشباب ولا يوجد عمل للشباب. وبالإضافة إلى هذا، نحن نعلم جيدا أن الحكومة العراقية والاعتقالات العشوائية والاختطاف الناس الموجودين في العراق وهذه العمليات التي تجري في العراق يوميا وقتل العراقيين، طبعا بالتأكيد العراقيين ينزحون من هذه المناطق، والنزوح من هذه المناطق من مناطق العراق ليست فقط من مناطق الشمالية وإنما من كل العراق. المطالبات المتظاهرين كانت واضحة، يطالبون بالعمل. نسبة البطالة أخي 36% الموجودة في العراق، وأغلب هذه النسبة هي من الشباب. لا يوجد مراكز عمل لهذه الشباب بالوقت الحاضر. كل المصانع العراقية التي كانت دمرت وسرقت من قبل الميليشيات ومن قبل إيران بالضبط، وساعدت هذه السرقات هم أخواننا في المناطق الشمالية قصد الأكراد، ساعدوا بسرقة العراق والمصانع العراقية. العراق لا يصنع شيئا. العراق نسبة البطالة في العراق 36% كما قلت قبل قليل، ولكن في الوقت الحاضر الشاب العراقي المتخرج والمتعلم لا يملك القدرة أن يعيش في العراق لأسباب عدة، من ضمنها أسباب أمنية. ونحن نعلم قتل وخطف الناس هذه موجودة، وقبل يومين أو ثلاثة خطفوا شيوخ عشائر اثنين وقتلوهم، وخطفوا رجل كبير بالسن عمره 82 سنة وعدموه. هذه الأعمال طبعا هذه الأعمال تدعم العراقيين أنه يهربوا من هذا البلد. هذا البلد هو بالنسبة للعراقيين بالوقت الحاضر هو بلد الجحيم. سيد ضياء، إذا كانت الحكومة قد أعلنت أنها انتصرت على الإرهاب، فلما ومن من يهرب هؤلاء ولا سيما في مدن الجنوب؟ العراقيين قضت على الدولة الإسلامية، نعم، ولا توجد دولة إسلامية في الوقت الحاضر، بس هل لا توجد ميليشيات؟ هل لا يوجد الحشد الشعبي؟ هل لا يوجد قوات بدر؟ هل لا توجد حزب الدعوة؟ من يقتل العراقيين بالوقت الحاضر؟ اللي يقتل العراقيين هم اللي يخطف العراقيين ويقتلهم ويبتز العراقيين هم نفسهم الحكومة العراقية. نعم. في الصباح هو شرطي وفي المساء هو عصابات وجماعة السراق. إذا سيد ضياء، كيف يعلن الاتحاد الأوروبي أن في العراق نظاما ديمقراطيا بينما العراقيون هم الجنسية الثانية في طلب اللجوء في أوروبا بعد السوريين؟ نعم، العراق في الوقت الحاضر، العراق في الوقت الحاضر بالدرجة الثانية هو يأتي بعد سوريا من ناحية اللجوء. هذه في الدول الأوروبية وهذا قرار أوروبي. القرارات الأوروبية هي قرارات سياسية وليست قرارات إنسانية، لازم نفهم هذا الأمر. الأمر الموجود في القرارات الأوروبية هو أمر قرارات سياسية وموجهة، والعراق اللي يريدون أن يعتبرون العراق دولة ديمقراطية تعددية ولها أحزاب بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، لأنه ما يحدث بالعراق ومن إجرام العراق هو من قبل الاحتلال الأمريكي. نعم. الذي أتى بهذه الحكومة المجرمة والقتلة والذي سرق طيب الشعب العراقي. هل تعتقد أن ظاهرة اللجوء والهجرة الجماعية للعراقيين يمكن أن تتوقف أو تقل مع وعود الحكومة بالتنمية وطرح آلاف الدرجات الوظيفية؟ والله لحد الآن حسب ما يقولون العراقيين الموجودين في المناطق الجنوبية الذي قدموا على هذه افتراءات، الحكومة العراقية لا يمكن أن تكون حكومة عراقية نزيهة إذا لم تأتي حكومة عراقية مشكلة من جميع العراقيين وليست من هذه الميليشيات الموجودة بالوقت الحاضر ومن هذه الأحزاب. هذه ليست أحزاب، عصابات. هذه عصابات مجرمة وقتلة.
هذه الأحزابات لازم تكون هنالك حكومة عراقية فعلا تأتي من أجل إنقاذ العراق، حكومة إنقاذ. الحكومة الإنقاذ لا يمكن أن تتكون حكومة إنقاذ وبوجود هذه المجاميع البشرية، المجاميع والكتل الموجودة الحزبية الموجودة المدعومة من قبل إيران وتقتل العراقيين. كيف يكون يأتي رجل خبير اقتصادي أو خبير حقوقي أو خبير إنساني أو خبير بأي مجال من مجالات الحياة أنه يعمل ويعلم هو جيدا أنه إذا أكو فيه قرار أقوى من عنده هو ليحمل السلاح الذي يمكن من يقتله إذا اتخذ قرارا غير قرار الذي يخدم مصلحة هذه الميليشيا؟ سيد ضياء الشمري من النمسا، أمين منظمة العربية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.